عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن المنتجات اللي جربتها وما ناسبتني. اول مره اسوي لكم هالفيديو لان حابه شوي اغير واكلمكم عن منتجات جربتها يا اما في البدايه ناسبتني وعقب فتره لا، او من الاساس ما ناسبتني هاي المنتجات. شيء من هالمنتجات انا اشتريته وشيء منها كانت وصلتني للتجربه، فقلت اخبركم برايي فيها بكل امانه. اول منتج كونسيلر فيزيشن فورمولا، هذا كنت طالبت لنا من موقع leilam.ae. الكونسيلر هذا وايد خفيف. اول عيب انه بس درجه واحده، ما في منه درجات، يعني كمون، يعني نحن درجات وايد، وما بين البيضه الحنطيه السمراء، مو معقول ان لون واحد يناسب الكل. هاي كانت المشكله الاولى في هاللون، اللون مو بعدل. الشيء الثاني ان هالكونسيلر لاحظت انه يختفي، يعني حتى كإضاءة قلت اوكي كونسيلر تغطيته مو بواو هالكثر، اجربه كإضاءة، لا احطه شوية مو موجود، يعني تتشرب البشرة يختفي خفيف، ما حبيته. ثاني منتج كريم من ماركة لوكوسيان، هالماركة الفرنسية. هذا الكريم يعني تلاحظون انا استخدمت اغلبه، يعني فجربته عدل. المفروض انه تستخدمينه حق الارجل في حالة ان مثلا انت تتمرنين او مشيتي وايد، ان تعرفون يوم يصير هالشد في الساق المفروض ان هذا شوي يخفف. ابدا ابدا ما يسوي اي شيء هذا الكريم، لا انه يخفف الشد العضلي في الساق ولا انه يرطب، يعني حتى كترطيب بالعكس. بالعكس يوم استخدمته قمت الاحظ ان الجلد ناشف، يعني لا 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 لا، هذا مول ما حبيته وابدا ما ناسبني. ثالث منتج كريم حق حوالين العيون من بونز، اسمه بونز ايج ميريكل. هذا الكريم اثنين فيه، مو بكريم واحد، واحد مثل الجل وواحد كريم. المفروض ان تحطين واحد تتغيرين وتحطين الثاني، ما لاحظت له اي اثر. هذا الكريم كنت ماخذينه من السوبر ماركت، قلت اجربه، قريت عنه كم من ريفيو انه يمدحونه وكذا، ما لاحظت انه هو يرطب. هو مو مكتوب عليه انه هو يخفف السواد اللي تحت العيون، بس اتليست انه يرطب يسوي شيء. ابدا ابدا ما لاحظت اي فرق يوم استخدمت هذا الكريم من البدايه. رابع منتج جل ايلاينر من كيكو. في البدايه هذا الجل وايد كنت حابه انه وايد حبيته، سواده قوي، يعني مسحه واحده بالفرشاه يبين، سهل كان في التوزيع. مشكلته عقب فتره انه نشف تماما. حطيت فيه قطره انجلوت، وعندي بعد قطره كيكو نفس قطره انجلوت اللي هي المفروض تستخدمينها مع الجل ايلاينر او اي بودره تحوله الى ايلاينر، يرجع ينشف بسرعه. المشكله الثانيه يوم احطه قام يخطط، يعني في البدايه كان خط سهل بكل سهوله اقوم احطه، عقب فتره لا 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 الخط ما يطلع سيده مهما استخدمت اي فرشاه، لدرجه جتني فتره شكيت هالدرجه انا ما اعرف احط ايلاينر. ما ادري، في البدايه كان حلو عقب ابدا. والمشكله الثانيه انه اذا جاء على الرموش او خربطتي في رسمه الايلاينر وايد 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 صعب انك تخوزين او انك تعدلين. ما ادري، في البدايه حبيته عقب ابدا ما عجبني. المنتج بعد اللي ابدا ما حبيته من البدايه ماسكارا حق الحواجب من ميبلين. هذه الماسكارا شي لها راسها مثل الكره، المفروض ان اللون شوي فاتح حق الحواجب، لا شفت لون ولا شفت حتى يعني المنتج نفسه ما اشوفه على الحواجب، ما لاحظت انه سوى اي شيء ولا لون ولا شيء. كنت ماخذتنه من ما ادري ما اتذكر هل هو من لندن من فرنسا، المهم كنت ماخذنها هاي الماسكارا في السفر، بس اتوقع انها موجوده في سنتر بوينت، بس anyway انا ما ناسبتني. شيء ثاني كنت ماخذتنه ومتامله انه يكون حلو، هذا المفروض انه هايلايت من لورا مارسيه. هذا الهايلايت اعتقد انه ليميتد اديشن، ما ناسبني لا كهايلايت ولا كبلش، ما في لون، يعني مهما احط يعني فرشاه واحط على وجهي ما في لون. حاولت من كذا مره
في البداية توقعت أول طبقة كانت شوي خفيفة فيها لمعة بسيطة، من خازت هاي اللمعة خلاص ما في أي شيء في البودرة. ليب بنسل من انجلوت، خذت لون واحد، اللون شوي تشينود، كنت أجربه، ما تجرب ليب بنسل مالهم، المفروض انه مات. كانت مشكلة انه مو بس مات، يقطع الشفايف. ما جربت روج او ليب بنسل جاف مثل هذا، ما يمشي، يخطط على الشفايف، شكله مو بحلو، وايد 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 ناشف، ما حبيته. بعد من الاشياء اللي جربتها فترة وما لاحظت ان اعطتني نتيجة او نتيجة واو، هذا الليب بان كان واصلني من واحدة من التاجرات عشان اجربه. في البداية استخدمته انه مثلا خلال النهار عساس يرطب، اول ما حطه يرطب الشفايف، بس عقب شي 10 دقائق يختفي تماما. جربت اني احطه قبل اي روج مات، انه قبل شوي يرطب الشفايف، ما لاحظت انه يعطي هذاك التأثير الواو. حاولت اجربه كذا مرة بس للأسف ما عجبني او ما ناسبني. هذه بالنسبة لي أكثر مسكرة ما عرفت أستخدمها وما ناسبتني، اللي هي من سيفورا أبسايد داون مسكرة، انشهرت أول ما نزلوها، اللي هي لها مثل راسين. بصراحة كانت وصلتني هدية، تعرفون يوم تشترون من سيفورا ويا طاقة سيفورا تطلع هدايا وشب، كانت هاي في واحدة من الهدايا، قلت يلا أنا ما اشتريتها خل أجربها. فاشلة، آسف إني أقول هالكلمة بس المسكرة هاي جدا فاشلة، ما شد يعني. جربت مسكرة وما ناسبتني مثل هذه، الراس حسيت بيخلي لو موش تكتل، الفورميلا نفسها ملمة بحلوة ما عيبتني. وآخر شيء محددات من مابلين سوبر ستي ليب لاينر، خذتهم بعد من السوبر ماركت. اللي ما عيبني فيهم انها المحددات وايد وايد ناشفة، ومن ابدأ استخدمها تتكسر على طول، البيجمنتيشن مالهم مو بحلو، يعني احس احاول اني احطه انه يطلع لون، ما في لون يعني، مع ان الشكل انهم فيهم لون بس لا، يوم حطيتهم ما ناسبوني. قلت يمكن الاثنين اللي انا مختنهم خربانين او شيء، تكلمت عنهم على سناب شات واغلب الحلوات قالوا لي انه فعلا هالبلاينرز ما فيهم لون ووايد ناشفات. وهذه كانت يا حلوات المنتجات اللي جربتها الفترة الأخيرة وما ناسبتني، ممكن بعضها يكون ناسبكم وبعضها لا، أنا أتكلم من تجربتي الشخصية فيها. إن شاء الله يكون هالفيديو استفدتم منه، ولا تنسون اللايك والكومنت وبعد سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.